المهم جه كيس الحمص، وبعد ما وزنه بايده واتهم العيل الصغير انه سلت له شويه وكان هينزل يتخانق مع صاحب المقله. كل دي امور انا بعتبرها طبيعيه 100%. بعد كده ابوك خد كيس الحمص حطه في جيبه وبقى يطلع حمصايا حمصايا، تقولش بيطلع حته الماظ، ويشاء السميع العليم ان حته الماظ تقع على الارض. قعدنا ندور عليها طول الليل تحت الترابيزات وتحت الكراسي، واتهمني بسرقتها وقلعني الجزمة، وكانت ليلة. نستخلص من الموضوع ده ايه يا جو؟ حكمة. سيبك من موضوع فلوس ابوك يا جو، خلينا في موضوع فلوس بيع البيت. عصفور في اليد خير من الف على الشجرة، وعصافير مأمون مباشر ابو العطا لا حد يقدر يمسكها ولا حد يقدر يشوفها ابدا.